هي بادرة جيدة من يعني من المنظمين دعوة الصندوق للمشاركة في هذا اللقاء العلمي حول مرض السكري. الصندوق يعني كانت عنده دراسة من 2008 ل 2015 اللي أكدت أن العدد ديال المصابين بمرض السكري في تزايد، انتقلنا من حوالي 29 ألف مصاب إلى 60 ألف مصاب، وكذلك الحجم ديال النفقات ديالنا غادي في ارتفاع، وبالتالي أصبح من الضروري على أننا نوحدوا الجهود ديالنا على أننا نفتحوا على جميع الفعاليات التي تشتغل في ميدان السكري باش تكون هناك مقترحات عملية للحد من الظاهرة اللي أصبحت حنا على الأقل على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تنحسوا بها، ويمكن تهدد التوازنات وحتى ديمومة الأنظمة ديال التغطية الصحية في المغرب. شكرا.